السلام عليكم ورحمة الله. نفس شحال نقول لكم، قلت الجديد ما كاينش جديد، سير حتى نهار عيد المرأة غادي نجيو نعيدو عطونا فلوسنا، هذا نسافي نبردو على راسنا. مي حنا راه باقيين دائما الكلمة تنقولها وتنعاودها، هاد جرجير المحاكم احنا فيه باقي ما كاينش جديد، ملفات خصهم يوجدوا، عندنا جلسة حتى نهار 8 مارس إن شاء الله. الجديد هي حنا كنتسناو الفرقة الوطنية أشنو دارت فلوسنا اللي كاينين في بنما، وهذا هو الهدف ديالنا. تأكدي بأن الفلوس ديالكم في بنما؟ حنا اللي عطينا، أنا من الناس اللي مشينا عند الأستاذ الداكي، وحنا اللي مشينا عند الفرقة الوطنية وراه تيقلبوا على فلوسنا. كاينين الوثائق اللي كتأكد أن فلوسنا كاينين في بنما، وكاين واحد فلوس أخرين خارجين لغانا. دونك حنا حطينا الوثائق، باقي الوثائق أخرين عندنا، والأمور واخدة مشروعها، وكنتمناو أن الفرقة الوطنية دير خدمتها أسرع وقت ممكن، لأن حنا المهم عندنا في هذا الشيء كله هو نرجعوا فلوسنا. دائما كنت كنقول أن هذه القضية ديالنا ناقصة شوية، لأن كانوا خصهم يجيبوا فيها حتى أصحاب الأبناك وأصحاب الأراضي. للأسف الشديد ما كاينش هذا الشيء. دابا حنا متبعين القضية عند الفرقة الوطنية، كنتمناو يكون شي جواب قريب. هذا الشيء اللي كاين ما كاينش جديد اللي غنقولوا لكم، ولا شي هضره اللي كاينه. القضيه ديال بنما، شكون اللي اكتشف الفلوس مشات لبنما؟ حنا بعض، حنا الضحايا، شتي الضحايا هما اللي داروا خدمتهم كامله. حنا اللي شدينا الوردي، حنا شدينا مراتو، حنا اللي جبنا الوثائق ديال بنما. الضحايا هما اللي داروا هذه الخدمه كامله بوحدنا، ما عاوننا حتى واحد الا الله سبحانه وتعالى، عبر الطرق ديال الشركات. راهو بزاف السياسه، ولكن الديتاي غادي تقول الفرقه الوطنيه، ان هذا الشيء كيبقى السر ديال الفرقه الوطنيه. هي اللي غادي تدخلوا من الدار. حنا كنتسنى شنو تبغى جديدين في القضية؟ ما كاين جديد، كاين حتى نهار 8 مارس عيد المرأة غادي يجيو نحضروا عاوتاني يشكلوا لنا سيرة الحرب. تلقوا مع المناسبة 8 مارس. أي إن شاء الله. كنتوا باش نوقفوا العيد الحب ولا لا؟ اش من حب ولا الله يهديك. حنا بغينا غير سقيا. كنحبوا ولادنا ووطننا اللي ما خدمهاش، ما بغيناش يخذلنا. لأن كاين الناس اللي خارج الوطن ساكن تيتسناو بحال هذا النهار على حرم من الجمر باش يشوفوا شي جديد، وما كاين حتى جديد. كيفاش كتشوفوا الظاهرة ديال النصب على الجارية بخصوص أن هادوك دارنا في واحد الشيء كبير ديال الجاليه، ظلم وحرام. لان باش تعذب وتخدم مع راك كتافك في الاخر دي ارضك وطنك بلادك اللي انت كتبغى دير تمشي لك فارسك. من يتواطا مع الورد؟ من يتواطا معه؟ والله اعلم. هذا السؤال ديالنا، من وراء الورد ومن يتواطا معه؟ الله اعلم. كاين شي حاجه من غير وردي، كاين وراء ديالو. لان باش تسمى طريقه النصب على 1200 فوالا، ما يمكنش تكون بوحدك، ما يمكنش تكون هادي هاد الشيء. القيمه الاجماليه ديال الاموال اللي شوف كل واحد كيقول النهار الاول سمعنا 120 مليار، هبطت 80 مليار، دابا ولات كيقول 49 مليار، الله اعلم. مو مع الملايير فايت 40 مليار. هذا ما خلقش لكم واحد المشاكل نفسيه؟ يعني كانوا منطلي القيمه حنا في البنكه ديالو اللي عنده خارج المغرب، بنما فايت هذا العدد اللي كيقول 40 مليار. وكاين حتى حسابات في الدول الافريقيه. كاينه غانا دار معاهم واحد العقد 800 مليون دولار، سير في السبال ما عرفتش نحسبها. كي دار لي هذا العقد؟ من اين له هذا؟ من فلوسنا وعرق كتافنا. من اين له هذا؟ من عندنا احنا الضحايا. الضحايا حنا ما غنستسلموش كيف ما كان الحال، عمرنا ما غنستسلموا. الا تم البت في الملف ديالكم شنو غادي نطالبوا؟ مثلا شنو نطالبوا بالاموال ديالكم؟ حنا كنطالبوا برزقنا يرجع لينا، راه عرق كتافنا، راه سنين ما بقاتش هاد الفلوس. كل واحد القيمه الماديه اللي عنده شنو هي؟ انا مثلا 40 سنه في الخدمه، 40 عام خدمت فلوسي ديال التقاعد وخداهم 40 سنة. راه ما ساهلاش السيدة اللي عندها في أوروبا مسكينة، ديما كنبغي بلسانها، ولو أن هي ما كتقدرش تحضر 35 عام وهي كتغسل الطواليطات، كتداوي العجزة وكتجمع فلوسها باش تدخلهم المغرب. ملي دخلت المغرب مشاو ليها. يعني هذا مؤسف جدا. ما كتكونوا نتوما بيناتكم يعني نساء ولا رجال ضحايا، شنو الحوار اللي كيدور؟ شنو هي في الكواليس؟ بغينا رزقنا حنا تنصب علينا بالقانون، وكاين التعارض في القانون اللي هذوك الناس كيدخلوا منا، كاين التعارض وهذوك الناس انتهزوا هذوك التعارض في القانون. كيفاش التعارض؟ وضحي لنا اكثر التعارض ديال القانون. انا ماشي مرضي القانون باش نقول، ولكن سي حضرتي الجلسات، ولكن كان عندكم لقاء مع المحامي. انا غنقول لك مثلا التحقيق، الا بغيتي يكون التحقيق عميق، علاش الفلوس ديالنا اللي كاينين في خارج المغرب حتى واحد ما فكر فيهم ولا قلب عليهم؟ علاش حنا؟ علاش مثلا ملي كان مذكرة بحث ضد الوردي ما تشدش الوردي تشدينا حنا؟ جاوبني شي واحد على هذه الأسئلة. علاش؟ علاش؟ ما عرفتش علاش؟ الله أعلم. كاين تغارب اللي كيدوزو مثلا، كاينين الله أعلم. المهم ما تشدوش، حنا اللي شديناهم الوثائق، حنا اللي جبناهم.
استاذ الذكي حنا اللي طلعنا عنده. مرات الوردي كان على مذكره صبحت شهور هي كتسارى وكتدور من يتستر عليه مثلا كاين بنات بجوج عليهم مذكره صبحت حتى وحده مقفوطه. علاش؟ وحده من بنات راه سينات معاه الكونترا ديال غانا كانت حداه وحتى ديال بارامل اللي كتدوي بالانجليزيه وهي اللي دوات مع الناس باللغه الانجليزيه حيت كانت كتقرب مدرسه ديال الانجليزيه دونك هي اللي كانت كتمثل با على مذكره صبحت فينا تيدوروا في السيارات فاريها في جوج مارس ما كاينش تقبطهم تقول لي ما كاينش تغارات كاين تغارات. هل يمكن ان نصبر ونطفح الكيل؟ نعم طفح الكيل ايوا كملها انا راس خفت وصايمه اون بليس الله يعاونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنتفاجئوا أمام المحكمة هنا في الجلسة الجلسة العاشرة هذه الجلسة العاشرة اللي كنتفاجئوا أمام المحكمة هنا كانوا الضحايا قلال الحقيقة مازال كانوا موالفين حيت عياو حيت عياو الضحايا كل جلسة كما تدخلوا كما تخرجوا ما كاينش مترددات ولكن اليوم الحمد لله بما ان القاضي استدعى المتهمون بما فيهم الوردي ومعاه كان واحد الثقه في النفس عاليه كالعاده وكانه ما كاينش في الحبس كان تيهضر مع القاضي واحد الثقه كان الثقه يمشي وعاود رجع باش غادي يكمل لي الهضره بحال ما هو ما دير حتى حاجه ولكن الضحايا كانوا غادي ينوضوا غادي يغوتوا واحد الهستيريا لولا انني قلت لهم ما عندناش الحق ندخلوا خلي القضاء يقول الكلمه ديالو. حقيقه تنشكروا من هذا المنبر هذا الاستاذ الذكي اللي عطى الكلمه ديالو للفرقه الوطنيه كنتمناو الفرقه الوطنيه تقوم بالعمل ديالها لان الفلوس اللي خرجوا من بنما او كاينين في بنما حيت كان هو دار شركات مع الشركاء ديالو لا داعي لديك الاسماء ديالو دار شركات وعنده ليبيا فالبيزنس ديالو غادي يدخلوا في الحساب ديالو تيتضح بانه هو المستفيد في هذه القضيه كلها هو المستفيد اللي غادي يتصرف الاموال ديالو والفرقه الوطنيه هي اللي عندها الحق بانها تعرض اموال في مجال لان الضحايا ما بقاش عندهم الصبر نهائيا الضحايا ماتوا الضحايا توفوا الضحايا شلوا الضحايا تيشربوا الدواء باش ينعسوا الضحايا واحد الحاله مزريه هذا انتم تشوفوا الضحايا حنا 1200 وهما كاين قلال ما بقاش يقدروا يشوفوا هذا الشيء اللي كما تدخلوا كما تخرجوا وتنتمناو مسجلات تكون في جديد باش ترجع الاموال ديال الضحايا وشكرا. شحال تقريبا ديال الاموال اللي تكون مشات لكم؟ ايوا ما قدرش نحدوا الاموال وما بين 70 حتى 100 مليار ديال الاموال اللي خرجت من مشات للضحايا هو انا كما تنقول دائما قال لي بيان ديالو ما كانش قصده انه يبني الناس لانه ما كان لا ارض ملموسه لا حتى حاجه ملموسه كان الباليسات كان الاشارات كان على المنابر على الاعلام في التلفزه الوطنيه لدى العدلس في الاسماء او اذاعه اخرى وكنا احنا عندنا الثقه في الاذاعه الوطنيه لا يمكن او لا يعقل ان المواطن المغربي يقول بان هذا التكذيب او النصب وصلوا الاذاعه وغادي نقولوا نصب لا يعقل قناعة ماين تنتمنى كل ما تنتمنى نجيهم فيهم نجيهم فيهم نجيهم حنا في طول الاداء عندها مشاكل مع وراثة عندها المشاكل عندها تتضح بان تنقول واحد الكلمة مهمة ان الضحايا اللي قتلوا الوردي والضحايا اللي قتلوا مرته والضحايا اللي تيجيبوا الوثائق من بنما والضحايا اللي عملوا كل شيء وتنتمنى والفرقة الوطنية تجيب نتيجة جديدة في هذه القضية وشكرا. هذا ما كاين الضرر المعنوي الضرر الناس اللي مشات لها صحتها الناس اللي ماتت العائلات اللي تشردات اش غادي يرجع لهم القضاء ما عندهم ما يرجع لهم الناس راه ملوا عامين وما غاديين جايين عامين دابا ياك عامين عامين ماشي النقطة الإيجابية الوحيدة اللي كتزرع فيها أنا واحد شوية أمل هو أن الملف تحال على الفرقة القضاء الوطنية هذا الشيء بعدا كيبشر لأن هذيك الفرقة أنا على يقين بأنها غادي تعطي نتائج سريعة جدا إن شاء الله. شنو الرأي ديالك في هذا الموضوع ديال باب دارنا ولا المافيا ديال العقار اللي كتستولي الأموال ديال المواطنين من داخل وخارج أرض الوطن؟ مافيا العقار هو واحد المشكل اللي كبير وكبير بزاف. وقفة أخرى من بعد هذه الوقفة كاين وقفة أخرى تبدا ضحايا آخرين. حنا جميع الوقفات اللي غادي تكون كتعلق بمافيا ديال العقار غادي نوقفوا مع الناس والمتضررين ديالها لانهم مغاربه ينصب عليهم في البلاد ديالهم لانهم مغاربه كما كنقولوا حنا ضربوا تماره خارج ارض الوطن وجاو للبلاد ديالهم باش يستثمروا باش انهم يديروا باش يستثمروا باش يديروا مشاريع ديالهم ويسكنوا ويملكوا السكن اللي هو حق
السكن راه حق للاسف الشديد ولا مطلب ولينا ولا حلم عند المغاربه. شنو هذا فيك سفيد؟ ولا اللي هو حق ولا مطلب ولا حلم لدى المغاربه. هاد الناس هادو جاوا كيتنصب عليهم للاسف الشديد في البلاد ديالهم. نتمنوا من الله ان المؤسسه ديال القضاء انها تنصف هاد الناس هادو. نتمنوا من الله ان الفرقه الوطنيه اللي دخلت على القضيه انها تعطينا نتائج سريعه جدا. وهاد الناس عندهم الامل الكبير، وكذلك احنا باننا دخلنا لمجموعه من القضايا. ملي كتدخل عليها الفرقه الوطنيه يكون على يقين ان الناس اللي ظلموا كيتم الانصاف ديالهم. كاين الضحايا بزاف في هادشي ديال العقار. ما في العقار هو واحد الملف اللي يعني نقدر انا نقول ان وراء اشباح. هذيك الاشباح حنا هي اللي بغيناها تطيح، لان باش يسالي هذا الملف خاصنا ما وراء الستار. شكون هما هاد الناس هادو اللي كيتحكموا في هاد المافيا ديال العقار وكيخدموا بياضق، يعني بياضق كيديو بها ديال عباد الله، وكيتم السجن ديالهم في الحين اللي الاموال كيستافدوا منها هما. نكونوا واقعيين، نكونوا واضحين. بلادنا اليوم الا كنا صادقين وكنبغيوها خصنا نكون نتكلموا عليها بكل مصداقيه. ودائما حنا ملي كنتكلموا كنتكلموا من قلبنا، لاننا كنبغيو بلادنا، ولاننا كنبغيو المواطن المغربي البسيط، المواطن المغربي اللي يعني كيتصيد وكيتنصب عليه بسبب انه تاق في الدوله ديالو، تاق في المؤسسات ديالو، تاق في المملكه المغربيه التي يحكمها ملك اسمه الملك محمد السادس. وان شاء الله باذن الله هاد المافيات عندي اليقين انهم ان شاء الله نكونوا احنا كصحافه وكاد الناس هادو اللي ضروا انهم يكونوا سبب انهم يتحيدوا ان شاء الله. ولكن شنو الدور ديال المؤسسات يعني في حمايه المواطنين؟ المؤسسات هي مسؤوله على الحاسب والرقيب. شوف بالنسبة للقضاء هذه مسؤولية ديالو هو، يبين لنا من خلال الحكم ديالو جزء من المسؤولية كتحملوا المؤسسات، لأن هاد الناس لولا الثقة ديالهم في الدولة المغربية كنقول لك وفي المؤسسات ديال هاد البلاد ما كانوش غادي يتعاملوا بهذيك الثقة اللي تعاملوا بها مع هاد الناس، زيادة على أن الأمور كانت قانونية، ولكن يعني تم التلاعب بالثقة ديال هاد الناس هادو. صافي الاخوان شكرا. شنو النصيحه للنصيحه للناس اللي باغيين يستثمروا الاموال ديالهم بخصوص الناس ديال الجاليه؟ الجاليه ما انا راه شوف اي مواطن مغربي من الجاليه راه وصلته الرساله. الرساله شوف غادا ترجع الثقه ملي غادي تنصفوا هاد الناس هادو، غادا ترجع الثقه ملي ما نبقاوش نسمعوا على مافيا العقال، ملي غادا ترجع الثقه ملي يولي واحد يجي يستثمر في بلاده وينجح ويعاونوا المؤسسات انه نجح، غادي يروج وغادي توصل ديك الساعه الدعايه اللي ما يمكنش تعطى عليها الاموال.